مرحبا بكم مشاهدينا في هذه النافذة للتحليل العسكري لمجريات حرب إسرائيل على قطاع غزة، ونبدأها بهذه المشاهد: المعارك بين كتائب القسام وجيش الاحتلال على تخوم حي تل الهوى في مدينة غزة. متابع. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. نخبة القسام. ومعنا للتعليق على هذا الفيديو لواء فايز دويري، الخبير العسكري والاستراتيجي. لواء دويري، إذن كنا نشاهد في هذا الفيديو الجديد للمقاومة، والذي يمكن القول أنه يرتكز على ثلاثة مشاهد رئيسية. شاهدنا دبابة ميركافا، شاهدنا عربة النمر وقذائف الهاون. كيف تعلق يعني على هذه المشاهد؟ هذه اللقطة الأولى اللي هي دبابة النمر، وكانت تسير في أرض مفتوحة، ويفترض أن تكون الإصابة محققة بدرجة عالية جدا، لكن شاهدنا عملية الاستهداف، لم نشاهد آثار الاستهداف. يبدو أن الكاميرا كانت محمولة على يعني بطريقة ما، وبالتالي لم يتم تسجيل اللقطة بصورة كاملة. اللقطة الثانية كانت عربة النمر، الملاحظ عليها كانت أنها تسير بسرعة عالية، وبالتالي كان محظوظا المطلق الياسين بحيث تمكن من إصابتها في الجزء الخلفي من عربة النمر، وشاهدنا. ثم هذا اللي هو مدفع الهاون عيار 82، وبالتالي أطلق منه حوالي 6 إلى 7 قذائف، لم أكن بعدها لكن تقديريا. وبالتالي هذه أهمية هذا الفيديو أنه يأتي من منطقة تل الهوى. تل الهوى إذا عدنا في الذاكرة، قبل تقريبا حوالي شهر دخل قوات جيش الاحتلال إلى الشيخ عجلين وتل الهوى والرمال الجنوبي، وسارت مع شارع النصر إلى مجمع أو مربع الجامعات ومربع الجوازات، وبعد قتال استمر 13 يوم أجبرت على الانسحاب والخروج من تلك المنطقة. الآن القوات التي توجد قوات توزيع جيش الاحتلال منتشرة في مناطق كثيرة على الأطراف الخارجية للمناطق المبنية، يعني يوجد على سبيل المثال الوحدة 888 ما بين بيت لاهي وبيت حانون، يوجد الآن الفرقة 162 وإن نقلت قيادتها الميدانية إلى نحال عوز، لكن بقيت اللواء 401 ناقص كتيبة، ولواء نحال في منطقة ما بين جحر الديك وجسر وادي غزة إلى مقربة من شارع الرشيد. الفرقة 99 المعنية بالمنطقة الوسطى، منطقة المخيمات، تم إشراك كلا القوتين في تنفيذ عمليات مشتركة. فبالتالي الآن هناك قوات توجد من منطقة جنوب الميناء وصولا مع شارع الرشيد وصولا إلى وادي غزة. الآن دوار النابلسي الذي جرت عليه المجزرة الرئيسية، الآن هذه القوات متواجدة، يبدو أن جزء منها سواء كان الفرقة 162 أو الفرقة 199 دخلت إلى منطقة الأطراف الغربية من حي الهوى، لأنها قريبة جدا من شارع الرشيد، فكانت تصدي لها، مما يثبت ما نتحدث به أنه لم يتم إنجاز المهمة كما يدعي، ومما يكذب
ما يتحدث به دانيال هاجاري عندما أو بقية وسائل الإعلام يقول أن المهمة أنجزت. وطبعا نحن لا نعرف بالضبط ما هي الفرقة المستهدفة في هذا الفيديو، لكن هذه المشاهد وهذه الاستهدافات المباشرة ومن المسافة صفر إلى ماذا تؤشر على سياق المعارك في تل الهوى على وجه التحديد؟ يعني الآن عندما نتحدث عن تل الهوى لنتجاوز المرحلة الأولى، نتجاوز المرحلة الثانية، ونتجاوز المرحلة الثالثة التي تحدث عنها جيش الاحتلال. هناك ثلاثة مراحل: المرحلة الأولى في 27 أكتوبر، المرحلة الثانية جاءت بعد الهدنة، والمرحلة في بداية ديسمبر، في بداية نوفمبر، والآن بعدها جاءت المرحلة الثالثة الذي تحدث وزير الدفاع ورئيس الأركان في البداية بأن المهمة إنجزت، تم تفكيك كتائب القسام، وبالتالي سندخل في المرحلة الثالثة. تراجع كلاهما، فقال رئيس الأركان بأن الكتائب أعادت تنظيمها وبدأ عملها يتخطى حدود الرد العسكري إلى الإدارة المدنية، ووزير الدفاع قال بأنه ليس من السهولة القضاء على جيوب حماس. تم شن ثلاثة معارك رئيسية. المعركة الأولى كانت في التفاح والشجاعية والريس والدرج، والمرحلة الثانية أو المعركة الثانية كانت في الشيخ عجلين، تل الهوى، الرمال، النصر. المرحلة الثالثة كانت في الزيتون والتركمان. وبالتالي هذه المعارك، حتى المعارك التي هي تعتبر في الإطار الزمني للمرحلة الثالثة، لم تحقق أهدافها. وبالتالي ما تصرحت به بعض الوسائل الإعلام الإسرائيلي بأن المعركة حي الزيتون أنجزت، جاءت أخبار تنفي هذا التصريح وتقول لا، ونحن قلنا قبل أن ينفوا أنها لم تنتهي، الانسحاب حصل تحت الضغط والخلاص من معركة فاشلة، ولكن تم الإبقاء على بعض مراكز التموضع أو الجيوب.